علوم وتكنولوجيا بعلم علمك معي أنا طارق. ظهر مؤخرا مصطلح الـ Data Journalism اللي هو باختصار الصحافة اللي بتعتمد على البيانات الرقمية. المقصود بالبيانات الرقمية هو المعلومات لازم تتم معالجتها بشكل ما من قبل الصحفي قبل تقديمها للقارئ أو المشاهد بشكل بصري. أولاً لأن الصحفي ما كان عنده وسائل كافية يعالج كميات كبيرة من المعلومات، وثانياً لأن المتلقي ما كان عنده وسائل كافية ليستقبلها كون الإنترنت السريع ما كان متوافر. مثال على هي الفكرة هو الخريطة اللي بتوضح أماكن سيطرة الفصائل بسوريا. قبل ما نشوف هاي الخريطة بيكون في صحفي مجمع معلومات عن أسماء القرى والأحياء اللي تحت سيطرة كل جهة بشكل نصي أو على شكل جدول، وعالج هو هي المعلومات بتحويلها لهي الخريطة. فرح أحكي اليوم عن أدوات بتساعد الصحفي يتعامل مع البيانات ويقدمها بطريقة سهلة وجذابة. أول شي عنا طريقة معالجة البيانات. هاي البيانات ممكن تكون إحصائيات أو استطلاعات رأي أو توثيق انتهاكات أو أي مجموعة معلومات مرتبطة مع بعضها. بمثال الخريطة المعلومات هي اسم المنطقة وإحداثياتها والجهة المسيطرة عليها والتواجد العسكري ومعلومات عن الاشتباكات وإلى آخره. أحسن طريقة تجميع معالجة هاي المعلومات هي برنامج إكسل من مايكروسوفت. الغالبية الساحقة من المشهور بهذا المجال بيعتمدوا عليه لأنه سهل ومتوافر وممكن استعماله مع أبسط جدول اللي بتكون من 10 أسطر لجداول فيها مئات ألاف الأسطر والأعمدة، وفي إمكانيات متقدمة كتير لتحليل المعلومات، توليد مخطوطات بيانية والربط مع قواعد بيانات تانية وإلى آخره. فالإكسل هو حجر الأساس لكل شيء تاني. في كتير خدمات تأخذ البيانات على شكل جدول وبتطلعهم على شكل مخطط بياني واضح وسهل الفهم. طبعا في كتير أنواع لهي المخططات حسب نوع البيانات مثل الباي تشارت والبار تشارت واللاين تشارت. هي الخدمة بتعطي أشكال وخرائط تفاعلية ممكن عرضها على أي موقع على الإنترنت، وأنا اليوم اخترت منهم تنتين لقيتهم مناسبين كونوا فيهم جزء مجاني وسهلين الاستخدام بيوفروا ميزات منيحة، هن داتا رابر وتشارت بلوكس. طريقة تانية تقديم المعلومات هي الإنفوغرافيك اللي بيعتمد على الصورة والرسوم لتقديم المعلومات أكثر من اعتماده على النص، وبيجذب القارئ أكثر لأنه بيعطيه الخلاصة. من أحسن المواقع اللي بتقدم خدمة مجانية لصناعة إنفوغرافيكس موقع كانفا وموقع visualize.me. واخيرا عندنا المواقع بتسمح لنا نعمل شيء اسمه فلوت شارت او مخطط تدفقي بالعربي اللي بيستعمل لحتى يوضح تسلسل خطوات عمليه معينه على شكل مربعات واسهم. ممكن استعماله مثلا للتعبير عن التسلسل الزمني او المنطقي للاحداث. ممكن استخدام موقع كاكو او موقع draw.io للحصول عليهم. طبعا بتلاقوا رابط كل شيء حكيت عنه وزياده وبوصف الحلقه على الساوند كلاود وعلى اليوتيوب. وإذا عجبتكم الحلقة لا تنسوا تتابعوا صفحة سوريالي على الفيسبوك وقناتنا على ساوند كلاود. علوم وتكنولوجيا بعلم علمك معي أنا طارق.